تقديمه حلوه ما شاء الله عليك. ميرسي بجد والله، ده انت مشرفني، ويعني ده حاجه تبسطنا ان انت تكون اول حلقه معانا. ربنا يخليك. كابتن محمد، دلوقتي احنا عارفين ان اي لعيب كوره التيشيرت بتاعه اهم حاجه عنده او حاجه مهمه قوي بالنسبه له. لو التيشيرت دوت عايز تهديه لحد كان جدع معاك قوي في حياتك ووقف معاك وقفه جامده قوي، تهديه لمين؟ يعني اكيد ههديه لوالدي الله يرحمه، يعني هو اللي وقف معايا في كل حاجه من اول ما كنت في المدرسه، وكان بيجي يخرجني من المدرسه علشان اروح العب الماتشات بتاعتي في الناشئين في نادي السكه الحديد. ما كان بيروح يعمل اجتماعات مع اولياء الامور بتاعت اللعيبه ويفطروا مع بعض الساعه 9 الصبح عشان ماتشنا كان بيبقى الساعه 10 الصبح. يعني طبعا ليه الفضل في كل حاجه يعني، فطبعا ده اول واحد يجي في تفكير ان انا طبعا اهدي له التيشيرت بتاعي. يعني الله، مش عارفه اقول لك ايه، الله يرحمه، بس في نفس الوقت دي حاجه حلوه قوي انك تكون فعلا، يعني يكون والدك هو اللي كان دعم ليك يعني. لا والدتي كمان كانت دعمه، بس والدي كان على وجه الخصوص بصراحه. يعني هو كان مقتنع قوي وواثق فيا قوي، وحاسس ان في يوم من الايام الدنيا ممكن تختلف معايا وتروح في سكه تانية في حته الكوره. هو كان مصمم ان دوت ممكن يحصل، كان مؤمن اكتر بيك. مني يعني هو كان مؤمن بيا. طبعا انا كنت لسه صغير، فانا مش مصدق يعني ان انا كنت بروح معاه الاستاد وانا صغير وكده، وكنا بنتفرج في المدرجات ونشوف اللعيبه وهي بتلعب في الملعب وكده. وساعات كان الواحد يسرح بخياله يعني، هل ممكن الدنيا تلف ويبقى انا اللي بلعب تحت والناس هي اللي بتتفرج عليا وكده؟ يعني مجرد تفكير بس. يعني سبحان الله، يعني ما الدنيا مشيت وحصل الكلام دوت، وحصل يعني بزياده عما كنت يعني متخيله يعني وكنت اتمناه. يعني انت شايف نفسك شخص مثلا محظوظ طبعًا. ان انت كان عندك يعني باباك او والدك او والدتك بيدعموك، ده حاجه حظ، لان مش كل الاهالي كده. في ناس يقول لك كوره ايه وبتاع وركز في المذاكره. يعني كان بيحصل من والدتي شويه كوره ايه وكده، يعني برضو هي كانت خايفه ان انا يعني في المدرسة ما بقاش كويس. زي ما قلت لك والدي كان واثق فيا جدا وكان آمن بيا قوي، ومحظوظ طبعا محظوظ، لأن في ناس يمكن زيي وأحسن مني كتير قوي والظروف ما ساعدتهمش إن هم يلعبوا حتى في نادي، مش يكملوا ويلعبوا منتخبات وبعد كده يمسكوا مناصب. بالعكس في ناس كتير قوي أحسن من اللي بنشوفها، ولكن دايما حظهم ما بيبقاش. يعني انت شايف ان الكابتن محمد بركات صاحب حرفنه بس كمان صاحب حظ؟ لا مش حرفنه قوي. بص خدها بقى، ما بحبش اتكلم في حته الحرفنه دي. بس انا لا، دي حقيقه كلنا عارفينها. متواضع يعني انا اجتهدت. لا بص، انا اجتهدت وكنت اما بشتغل كنت بتعب في شغلي، يعني كنت براعي ربنا في شغلي في اي مكان كنت فيه. يعني حتى سواء في النادي الاهلي او من ساعه ما بدات وفي كل الانديه اللي اشتغلت فيها، يعني كنت براعي ضميري. طبعا جيت اكيد في فترات كنت يعني قصرت، بس كان اكيد غصب عني، يعني زي ما بيقول لعيب الكوره ساعات فوق وساعات كده في اوقات بينزل تحت، ولكن يعني الواحد على قد ما بيتعب على قد ما ربنا بيديله. انا تعبت فالحمد لله ربنا كافئني، وفي نفس الوقت زي ما بقول لك كان حظي كويس واحسن من ناس كتير قوي، وده اللي ساعدني.